أدى المنتخب الوطني أمس مرانه الأخير على الملعب الفرعي لإستاد القاهرة قبل السفر إلى جورجيا لخوض مباراته الودية في 14 من نوفمبر الجاري، وحضر حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة المصري. احنا تحت أمر الجهاز وتحت أمر اللاعبين وكلنا مسخرين لخدمة مستر برادلي وجهازه ولاعبته، مدرب على أعلى مستوى، راجل محترم، راجل عامل نتائج كبيرة، احنا كلنا وراه وفي ظهره وهنعضده وهنقف وراه ان شاء الله. املنا كبير ان احنا نروح كاس عالم 2014. موضوع الملابس احنا بندرسه وهنعمله، هيرجعوا من جورجيا، هيلاقوا كل حاجة جاهزة. اما موضوع المباريات الاول، اما موضوع المباريات مستر برادلي قدم تصور للمباريات واحنا جايين علشان نسهل له المأمورية ونخدمه ونعمل له اللي هو عايزه، وهو ملوش دخل بأي نواحي إدارية، هو ليه دخل بالملعب وإحنا كل المشاكل الإدارية هنحلها. من جانبه أكد الأمريكي بوب برادلي مدرب المنتخب الوطني على أهمية المباراة. We need good matches. لازم مباراة كويسة دي أول حاجة. At this time Georgia still will be a good challenge. It will be a fast-paced game. جورجيا بمباراة كويسة، مباراة سريعة يبقى فيها سرعة كويسة. Would be a good opportunity for us to test our football. فرصة كويسة ان احنا برضو نختبر كرة القدم اللي احنا بنستعد بيها. Of course as we get closer to qualifying matches once again it'll be important to play teams from Africa. لما بنقرب بقى من مباراة التصفيات اكيد هيبقى مهم ان احنا نواجه فرق افريقية. But we also feel that it's good to consider big teams when the possibilities arise. لكن برضو لازم يبقى عندنا فرصه ان احنا لما يبقى عندنا فرصه نلعب فرق كبيره لازم اكيد نبص في الفرصه دي كويس قبل ما نقول لا يعني. Again, most of all the opportunity to get the players together, to have camps, to train, to have matches during a period when there's no league. This is what drives us. This is what keeps us going. بالنسبه للفرص اللي بتجيلنا ان احنا نعمل معسكر وتجمع اللعيبه ويبقى موجودين مع بعض في وقت ما فيهوش دوري، هو ده اللي بيفضل يحركنا ويخلينا ان احنا عندنا يعني دايما حماسي. I'm always watching Zidane. دايما بتفرج على زيدان ومتابعه يعني. He was injured, hamstring. We saw him in Abu Dhabi. كان مصاب بالعضله الخلفيه وشفناه في قابلناه في ابو ظبي. He came back and had two matches where he only played as a reserve. كان في مباريات لعبهم كبديل. And these matches still for me don't show enough. لسه مش مبينه يعني طبعا. Now he has a match where he scores two goals. سجل بقى هدفين مؤخرا. That's positive. ده كويس. Let's see how he continues to work. I judge every player every day. بحكم على كل لاعب كل يوم. Okay, sometimes a player makes a mistake and I challenge him. ساعات بيعمل خطأ لعيب وانا يعني And we see how he responds. وانا ليه رد فعله واشوف هو بقى هيتعامل مع رد فعلي ازاي. I will say one more time. اجواء حماسيه شهدها الملعب الفرعي لاستاد القاهره اثناء مران المنتخب الوطني قبل مباراه جورجيا. محمد عبد الحكيم لكرة أونلاين.